افتتح معرض سوق السياحة العالمية لعام 2016 في مركز لندن للمعارض يوم الاثنين، وشارك في حفل الافتتاح نحو 20,000 شخص. وقد شهد اليوم الأول من المعرض إصدار الاتحاد العالمي للمدن السياحية تقريرا عن استهلاك السياح الصينيين في سوق السياحة في الخارج. أوضح تقرير استهلاك الصينيين في سوق السياحة في الخارج أحوال سفر السياح الصينيين إلى الخارج وفقا للأعمار والعادات الاستهلاكية وغيرها من المجالات المعنية. وأشار التقرير إلى أن 71% من الصينيين عاشوا تجربة السفر إلى الخارج، مضيفا أن المولودين في السبعينات يشكلون نسبة 70% من إجمالي السياح الصينيين. يشهد سفر الصينيين تغيرا من مجرد زيارة إلى تجربة، كما أصبح استهلاكهم عقلانيا أكثر. من المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار الصينيين إلى الخارج 120 مليون شخص، بقيمة استهلاك تبلغ 292 مليار دولار أمريكي. ومع التنمية الاقتصادية الصينية يختار المزيد من السياح الصينيين السفر إلى أمريكا اللاتينية وحتى القطب الشمالي وغيره من المقاصد السياحية إلى جانب المدن الأوروبية. طرحنا نظام تقييم خاص للسفر إلى الخارج وهو معيار تقييم معترف به من قبل دول العالم. تم تأسيس الاتحاد العالمي للمدن السياحية في اليوم 15 من سبتمبر عام 2012، وهو أول منظمة سياحية دولية على أساس المدن. ويعمل الاتحاد حاليا على تعزيز الترويج بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في السوق السياحة الصينية.